اسعد الله مساءكم وحياكم الله مشاهدينا الكرام، ويا هلا فيكم في ليله جديده من ليالي وطني، ويا مرحبا فيك هيا. يا مرحبا فيك فواز، مساكم الله بالخير مشاهدينا في حلقه جديده وسهره جديده. ان شاء الله يا رب يعني تستمتعون معنا اليوم في هذه الحلقه اللي ان شاء الله بتكون مميزه ان شاء الله. وبتروح بالتميز. تدري يا فواز ان اليوم ولله الحمد وصلنا الى 6000 متطوع في البحرين للتجارب السريريه للقاح فيروس كورونا. احنا تمنينا هذا الشيء ولله الحمد، الحمد لله أنا وصلنا لهذا العدد. هذا الخبر اللي يريح ويبعث على السعاده والارتياح، وبتبقى اسامات جميع المتطوعين. انا الحين حطيت على هي قبل شوي المتطمنين وبيتطمنون ان شاء الله. عدلوا بس ما بنخلص. بصمه مضيئه راح تكون بالذاكره الانسانيه، هذه البصمه راح يذكرها التاريخ بإذن تذكرها الله. الاجيال مثل ما ذكرنا تاريخ ابائنا واجدادنا. صحيح. في حب الوطن والولاء للوطن وللقياده. 2020 بتكون سنة خير وذكرى للأجيال القادمة يتذكرون هالمتطوعين بإذن الله. وهذه عوايد دائما أهل البحرين يا فواز. دائما مشاهدينا مثل ما قلنا لكم اليوم فقراتنا متنوعة وجميلة وما بتقتصر على النخب البحرينية المتميزة. اليوم بنطلع شوية من البحرين وبنروح لدولة شقيقة. أنا بطاقتي الذكية جاهزة، وين بتودوني بروح؟ في المطار ولا عن طريق الجسر؟ والله أي مكان. اشتقنا للسعودية الشقيقة الكبرى اللي باكر الاحتفالات بتكون عندنا في التلفزيون بإذن الله. ترى كل سنة في 23 سبتمبر البحرين كلها تتوشح باللون الأخضر. مدن وقرى ومحافظات البحرين كلها تحتفل بهذا اليوم، اليوم الوطني اللي قال عنه سعادة وزير الإعلام أن اليوم الوطني في السعودية هو اليوم الوطني في البحرين. صحيح. وحدود الرياض المنامة، وحدود المنامة الرياض طبعاً. ويمكن يعني يكون مختلف هذه المرة لأنه ابعاد عنا، واحنا صدق اشتقنا لكم يا رب. الله يرفع عنا هذا البلاء علشان تيون، ووعد منا لكم ان شاء الله بنستقبلكم احلى استقبال. اي والله عاد يا هي احنا افتقدنا السفر بسبب فيروس كورونا وهذه الجائحة، وخصوصا لدول الخليج العربية اللي تعودنا نزورهم ويزورون السعودية، الامارات، عمان، الكويت. لكن الحمد لله الوصل ما ينقطع ولا بينقطع يا حبيبي. بإذن الله إن شاء الله ما ينقطع، لا فيروس كورونا بيفرقنا ولا غيره إن شاء الله، لأن اللي يجمعنا أكبر وأعمق من هذا كله. بالفعل يا حبيبي. يعني من دولة الكويت، من كان يروح؟ من بيكون معانا في دولة الكويت؟ أسماء في الفن وفي الإعلام وفي الرياضة وفي الثقافة وفي الأدب بيكون معانا إعلامي مميز، لمع نجمة في عالم الإذاعة الواسع، ضيفنا اليوم المذيع المتألق يا هيمن. النجم علي نجم. النجم علي نجم. وأيضا مشاهدينا بيكون معانا موهبة غنائية بحرينية صاعدة. أنا عن نفسي ما شاء الله تبارك الرحمن يعني صوته أخذ قلبي، وقدر بموهبته وصوته العذب أنه يلامس قلوبنا جميعا. شوقتينا مثل ما شوقت المشاهدين. أنا بنتظر هالنجم الواعد، لأن دائما أنا أثق في نجومنا البحرينيين ومواهبنا البحرينية. أكيد. عموما فقرات عديدة ومتنوعة مشاهدينا الكرام، لكن بعد الفاصل خلكم ويانا.
يا هلا فيكم مشاهدينا الكرام مجددا. ضيفنا اليوم اللي قالت عنه هي قبل شوي ما يرضى على شنو ما يرضى؟ على الاذاعه. على الاذاعه إيه؟ مو على التلفزيون يعني. يحب الاذاعه وايد ما يرضى عليها. عشاق الاذاعه وايد يعني اللي جرب شغل الاذاعه، الاذاعه لها بحرها ولها غرامها ولها عشقها ولها حب خاص، هي بدايه كل اعلامي في مجال الاعلام. صحيح. يعني ما يرضى نقول على الاذاعه ابد اي شيء ولا نقول له يعني الإذاعة انتهت، هو ضد المقولة اللي تقول أن الإذاعة قريبا ستنتهي. صحيح. ولا انتهت ولا الإعلام الجديد خذ أو سحب البساط من الإذاعة. وللأمانة يعني هو فواز أيضا أوجد طريق آخر مميز في الإذاعة، يعني كلمة الحق يعني تنقال في الوقت اللي يعني شهرت فيه الكثير من الشخصيات في وسائل التواصل الاجتماعي، قدر هو يكون لقاعدة جماهيرية كبيرة من خلال الإذاعة. مشاهدينا ضيفنا اليوم المذيع الكويتي النجم علي نجم. نبتدي مع المقابلة ولكن من بعد هذا التقرير خلونا نتابع مع بعض. ممكن نتعرف وندردش وياك شوي شوي شوي. علي نجم إعلامي كويتي متميز ومبدع وفعلا نجم، أنهى دراسته الثانوية من مدرسة الأصمعي في قرطبة ودرس تخصص ترجمة ولغويات في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وتخرج عام 2012. أعلن زواجه في أغسطس عام 2014 وياته بنت في نوفمبر 2015 سماها هيام عسى الله يحفظها له. قدم الإعلامي عدة أعمال من بداية مشواره الإذاعي في إذاعة مارينا أف أم اللي صارت مرتبطة باسمه من يوم كان عمره 16 سنة. من هالأعمال برنامج أنت المذيع وريفرش وممكن نتعرف والأغلبية الصامتة اللي عمرها ما كانت صامتة وحركت فينا الكثير من المشاعر. توجه علي إلى عالم الكتابة واصدر أكثر من كتاب، منهم كتابه الأول اللي كتبه باللهجة الكويتية العامية تحت عنوان زحمة حكي، وهالكتاب معروف أنه يحمل العديد من المشاعر والأحاسيس اللي تحاكي العاطفة والمنطق. وصف نجم التعبير عن المشاعر بطريقة مختلفة. ليش ما يصير؟ ليش ممنوع؟ ليش غلط؟ منو قال؟ واللي قال انه غلط هل قال غلط لانه يخاف يجرب ولا قال غلط لانه ما يبي حكي الناس؟ اللي قال غلط هل قال غلط او ليش ما يعبر مثلا؟ مو مفهوم. مو مفهوم ليش المطرب يغني؟ خلينا نقول الغنى فيه وايد مشاعر وعواطف ومختص بالبنات، ليش الشاعر يكتب؟ ليش نزار قباني واحمد شوقي وغيرهم من الفطاحله الادباء اليوم كتبوا وعبروا عن مشاعرهم على الورق تغنينا فيهم وابداعاتهم؟ ليش الموضوع لما كان مقروء صار عادي، لما كان مغنى كان عادي، بس لما يا احد يسولف صار مرفوض؟ الليله بنتعرف اكثر على النجم علي نجم. حياكم الله من جديد ومعانا عبر سكايب النجم مثل ما قالت هي القاسم النجم علي نجم، وهو قبل ما يطلع معانا على الشاشة أو على الهواء كان يعدل شعره. حلو يا علي ما شاء الله عليك منور ما يحتاج تعدل. مساك الله بالخير علي. حياك الله علي. حياكم الله النور، أهلا وسهلا فيكم ويا هلا ومسهلا، وايد سعيد بوجودي معاكم. والله العظيم ما تدرون ايش كثر أمنيتي أني أكون موجود عندكم بالبحرين، موجود عندكم بالاستديو، من كثر ما أنا مشتاق للبحرين وأهلا. والله حتى البحرين وهالبحرين ترى مشتاقين لك يا علي، انت تدري ان عندك ما شاء الله يعني جمهور كبير في البحرين، وتدري ان في كثير من الشباب يعني يسمعونك ويسمعون هالفيديوهات الطيبه اللي دائما انت تنشرها بايجابيه في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني يا بختي فيهم ويا بختي في حبهم ويا بختي باهل البحرين. واحده من احلى الندوات اللي قدمتها في البحرين يمكن في عام 2013 كانت بحضور خيالي. الناس اذكر كانت اللي مالقى مفان كان قاعد يقعد على الدرج على عند المسرح. البحرين دائما وابدا يسعدوني بحفاوتهم، يسعدوني بحبهم، يسعدوني بدعمهم. اهل البحرين اهلي واخواني وتاج راسي واصدقائي اللي بالبحرين كلهم مشتاق لهم، وان شاء الله راح التقي وياهم ان شاء الله يا رب. والنعم فيك يا علي والنعم في اهل الكويت كلهم، اهل الكويت هم اهل البحرين واهل البحرين هم أهل الكويت، شقيقة الكويت دائما. الله يحفظ الكويت وأهلها وقيادتها، والله يرجع أميرنا إن شاء الله أمير الإنسانية الشيخ صباح الصحة والعافية والسلامة يا رب. علي لو بنتكلم في البداية بنقول الحكيم والواعظ والشاعر والأديب والفنان ما شاء الله عليك الله يحفظك، إيش قصتك مع الإذاعة؟ أول شيء التسميات اللي سميتنيها وايد كبيرة للأمانة، أنا أخاف من التسميات وأخاف من الكلام هذا كله، بس الإذاعة بالنسبة لي هي بيت، هي متنفس، هي
مساحة صعبة ويصعب العمل فيها، مساحة ما هي سهلة أبداً في أن أنت تقدم محتوى متجدد على مدى السنين. هي تحدي خطة بيني وبين نفسي طول السنوات اللي فاتت، وبإذن الله إن شاء الله يا رب أكون قدرت أقدم فيه شيء مختلف. على طاري الإذاعة، مارينا إن شاء الله يوم الجمعة راح تحتفل بمرور 15 سنة على تأسيسها من 2005 ولغاية اليوم. أنا انضميت لمارينا في 2006، فيعني أنت قاعد تتكلم عن 14 سنة من عمري، وأنا عمري 31 سنة اليوم. فمن كان عمري 16 لين اليوم أنا تربيت وتأسست وسمعت وأكلت وشربت وعشت ونمت وقعدت داخل الإذاعة. فالإذاعة بالنسبة لي خلاص صارت مرتبطة فيني بشكل وايد كبير. أحس أني مسؤول عن الإذاعة، أحس أني مسؤول عن تواجدها، أحس أني مسؤول عن حب الناس لها، أحس أني مسؤول عن تقديم فكر متجدد فيها. مثل ما كنتوا قاعدين تقولون بالمقدمة، لما كنت قاعد أسمعكم قاعدين تقولون بأن علي ما يرضى على الإذاعة وبالنسبة لأن الإذاعة ما تموت. إيه فعلياً أنا ما أرضى على الإذاعة، فعلياً أنا بالنسبة لي الإذاعة ما هي من الوسائل الإعلامية اللي راح نفقدها على مرور الزمن. الإذاعة ممكن أنها تتطور وياك، حتى لو تطورت السيارات، حتى لو اختفت ترددات الإذاعية، حتى لو اختفى هذا كله. لا، الإذاعة قصتها معاي قصة كبيرة. أحس أن هي تمتلك 50% من شخصيات علينا الجميع. نعم، يعني علي فعلا، يعني أنا مساعة من قبل شوي كنت أقول حق فواز أنه يمكن علي أوجد نمط آخر من الإذاعة. إحنا في الإذاعة متعودين عليها في السيارة وإحنا في الطريق يعني نسمع، بينما يعني يمكن صار في إحساس جديد، قمنا نشوف بدل ما نسمع، قمنا نسمع ونشوف. يعني فعلا أنتم يمكن أضفتوا روح جديدة للإذاعة، وإن شاء الله يا رب العمر كله في نجاح وتقدم يعني في عمرك وعمر إن شاء الله الإذاعة. عندك قدرة عالية ما شاء الله في الارتجال، يمكن في أحد اللقاءات أنت قلت أنا أهذر، ولكن أنت يعني هذرتك كلها في المفيد الصراحة يا علي. هل يعني هذا الموضوع عندك أنت قدرة على ترابط الأفكار، أو هي ملكة من الله سبحانه وتعالى، أو أن الموضوع فيه تدريب، أنت تدرب يعني قبل ما تقدم ولا شلون؟ يعني قول الصج بالمختصر. أنا والله دائما أقول الصج، بس الصج يعني بالنسبة حق وايد ناس يمكن بالنسبة لهم أنا قاعد أبالغ أو قاعد أتشدد، بس هي فعليا هي صح، هي هبة وملكة من رب العالمين أعطاني إياها، وأنا صرت جدا سعيد فيها، قاعد امرنها، قاعد اتدرب. صحيح اليوم انت ما تقدر تكون انسان قادر على الارتجال لفتره تتجاوز الست دقائق يوميا على الهواء بمواضيع مختلفه بدون لا تكون تمتلك هذه القدره على الاسترسال في الشعور او استرسال في التعبير. اي في البدايه كانت بالنسبه لي مجرد موهبه اكتشفتها بنفسي، ولكن مع الوقت قمت احاول كثر ما اقدر اطورها واشوف شلون اقدر اطورها واخذها الى مستوى اخر. الصوت يفرق، نبرة الصوت تفرق، احنا لاننا اذاعة متلفزة فملامح الوجه تفرق. صار الارتجال بالنسبة لي ما هو مجرد كلام يقال على الهواء او فكرة احاول اني اوصلها، كثر ما صار ان كل يوم في عندي قصة شعور ابي يوصل بافضل شكل ممكن. الف الحمد لله يا رب، يمكن هالشيء هذا ميزني عن غيري، هالشيء هذا اعطاني قدرة على اني انا اكون اليوم ضيف في تلفزيون رسمي في دولة عزيزة على قلبي مثل البحرين. خلى يكون في عندي قاعده جماهيريه جدا كبيره، وانا ابدا ما اشوفهم جمهور كثر ما اشوفهم اهل وحبايب وناس انا احبهم. فقدرتي على الارتجال هي اني انا اقدر اجاوب على سؤالك هذا اللي انت تنتهي المقابله. تمام. لا ترى انت بدش معانا في اختبارات اليوم، ما دام احنا اخذناك سكايب ما بنهندك اليوم لين نخلص البرنامج. عاد علي ذكر مارينا اف ام، مارينا اف ام من يعني الاذاعات المحببه الى قلبي والى مسمعي، يعني دائما من دخل الكويت نحول على مارينا اف ام، ويا ريت ترددها يوصل الخليج. ويعجبني بعد فيها غير علي نجم مايك مبلتع، صح ولا لا؟ شو اخبار مايك مبلتع يا علي؟ ومليون نعم، ومليون نعم. مايك مبلتع من الناس العزيزين والغالين، الاصدقاء المميزين اللي ايضا اثروا مارينا اف ام واثروا اذاعه مارينا اف ام باشياء وافكار مختلفه جدا. عزيز وغالي مايك مبلتع، وراح اوصل له سلامك، واذا كان قاعد يتابعنا الحين هم انا ارد اسلم. اي ضروري ضروري، ياما محللين بحرينيين في المجال الرياضي كانوا موجودين في مارينا اف ام ويحللون حتى مع مايك مبلتع. علي لو انت قلت لي انت عندك الملكه وعندك واحنا نشوف ان عندك الملكه وعندك هذا الارتجال اللي ممكن تتكلم فيه عن اي موضوع وتتكلم فيه عن اي نقطه ممكن نطرحها، ايش نطرح على علي هيا؟ خلي تكلم عن ايوه، انت عندك دائما في نقطه تذكرها، واعتقد انت افضل واحد يوصل الاحساس. دائما يقول أعطيت الناس أكبر من حجمهم، تكلم عن هذه النقطة.
عن الخذلان يعني ممكن؟ عن الخذلان، انك تعطي اشخاص ما يستوعبون. لا الخذلان موضوع، وانك تعطي الناس اكبر من حجمهم موضوع ثاني. خلينا نتكلم عن الحجم احسن. بارك الله فيكم، تبتوا على موضوع. احنا متفقين، نبيك تتفق. يلا عطنا يلا عن الحجم. عن الحجم، عن حجم الناس. شو المفروض نتعامل، شلون نتعامل مع الناس اللي عطيناهم اكبر من حجمهم؟ شو المفروض ان نسوي عشان يرجعون انا ونرجعهم حجمهم الاصلي؟ شوفي، اول شيء خلينا نتفق باني انا ماني دكتور نفسي ولا اني اخصائي اجتماعي، انا مجرد شخص يجتهد في فهم مشاعر الناس ويحاول انه يعبر عن اولئك الذين يعني يلقبون نفسهم الاغلبيه الصامته. احاول اتكلم عن الناس اللي ودهم انهم يعبرون عن شعور ولكن تخونهم الكلمات. وايد اسمع الناس يقولون احنا ما نعرف نعبر، احنا الصجيه ما نعرف نقول اللي في بالنا. ولكن اجابه على هذا السؤال، هي غلطتنا بالكامل، غلطتنا احنا. ما يصير دائما نطلع من الموضوع وكأن احنا الضحايا، لا، احنا نتحمل جزء كبير من الغلط في ان الناس تاخذ اكبر من حجمها، لانه ما في احد يدخل حياتنا وقرر بانه يكون بهذا الحجم. كيف احنا اللي عطينا، واحنا اللي اهتمينا، واحنا اللي ابتسمنا، واحنا اللي راعينا، واحنا اللي شفنا ادق التفاصيل ولبيناها، واحنا اللي حبينا من كل قلبنا، احنا اللي سلمنا قلبنا كهديه وقلنا له تفضل، واحنا اللي خذينا مقامه وعليناه الى مقام اخر وقلنا له هذا مكانك. اليوم اذا هو صدق نفسه ان هذا المكان هو يستحقه، اليوم اذا هو شاف بانه هو لا يعلى عليه وهو الاول والاخير في حياتنا. خلونا نتذكر في البدايه ان هذه غلطتنا قبل ان ننتقل الى غلطته، واللي هي بدل التقدير ومبادله الشعور، بدل الابتسامه وانه هو يراويني قدري مثل ما اعطيته قدره، بدل انه هو يحبني ويحتويني ويحطني بعيونه، يقوم يصيبه غرور ويبدي يصدق بان كل اللي انا قاعد اسويه له اياه هو فرض وواجب وليس شعور احساسه فعلا نقي وصادق من القلب. هالنوعيه من الناس ما تجوز عليها الا ان انت تسحبين كل المعطيات اللي اعطيتيهم اياها. انت اليوم تسحب كل الحلوه، ولكن شوي شوي على قولتهم، تسحب اهتمامك، تسحب حبك، تسحب تواجدك حوالينا، وتراويه بان اليوم المقام اللي انت كسبته كسبته لاني انا ابيك تكون بهالمكان، انا ابيك تكون ما شاء الله عليك. كل اللي اقدر اقوله هو خلونا نسحب شويه من الاهتمام اللي قاعدين نعطيها الناس، وصدقوني هم من نفسهم راح يستوعبون ويرجعون لحجمهم الحقيقي. بنسحب، سحبنا يا علي. انا ما سحبت للحين، انا للحين اثق في الناس، وساعات يطلعون ويخذلون لكن بعد نحب الكل. ما شاء الله عليك، تقول لي مو بدكتور نفساني ولا متخصص اجتماعي، لا انت متخصص، لا اله الا الله عليك. علي يعني انت ما شاء الله عليك دخلت عقول الناس وقلوبهم، ودخول العقل مو بسهل ابدا، ودخول القلب ايضا مو بسهل. توقعت توصل لهذا النجاح؟ توقعت انك تدخل داخل كل بيت، داخل عقل كل انسان، كل فرد خارج الكويت؟ للامانه ما راح اقول اني توقعت، لاني راح اكون كذاب اذا قلت توقعت، لكن راح اقول طمح، ولا زلت اطمح لاكبر، تمنيت ولا زلت اتمنى اكثر، حطيت هدف ولا زلت قاعد احط اهداف اكبر. كنت للأمانة همي الأول والأخير أني أكون معروف في بيرتي عند أهلي بين ناسي بالكويت. كنت أبي أكون محور الزوار، كنت أبي الناس تقول سمعتوا علي نجم شو مسوى بالإذاعة، كنت أبي أروح الجامعة والناس يقولون هذا علي نجم اللي يطلع بالإذاعة. كان تفكيري ما يتعدى هذا الموضوع، لين مرة قريت معلومة تقول أو حكمة، أو خلوني أقول بأنها جملة عابرة تقول: بالغ في أحلامك فهي تستحق المبالغة. كنت اليوم أنت تتمنى مليون، فأحلم 20 مليون علشان لما توصل للعشرة تكون بالنسبة لك نص الحلم. إن كنت تتمنى بأن أنت تكون نجم، تتمنى بأن أنت تكون نجم عالمي مو نجم محلي، عشان إذا صرت نجم عربي تكون حققت نص الحلم. بالغ بأحلامك ولا ترضى ولا تقتنع، وخل طموحك دائما متجدد. اليوم النعمة اللي أنا فيها، وأنا فعليا أسميها نعمة، حب الناس والانتشار، إن اليوم حتى في برنامجي اليومي على الإذاعة الناس تشارك معي من الجزائر ومن ليبيا ومن المغرب ومن الأردن ومن البحرين ومن دول الخليج. لما نستوعب أن برنامجي انتقل من كونه برنامج على إذاعة محلية إلى برنامج متابع بالوطن العربي كامل، هذه بحد ذاتها أشوفها نعمة من رب العالمين، ومسؤولية تطالبني يومياً والله العظيم ما أخفي عليكم، تطالبني أني أفكر كيفية استمرارها بنجاح، وكيفية استمرارها بدون لا تفقد لمعتها. صحيح. وبدون لا يحوشها الضغوط. فما توقعت ولا زلت مو متوقع، ولا زلت بالنسبة لي أنا يوميا قاعد أعيش حلم
وقاعد استمتع فيه بتفاصيله، ولازم احلم باكبر وان شاء الله يا رب اوصل الى احلامي واكبر. نعم، يعني علي يقال ان علي يقول الكلام اللي ما ينقال او يقول الحكي اللي ما ينقال، اللي صعب انه يمكن الشخص يعبر عنه، ويمكن هذا فعلا شيء اللي انت مميزك. يمكن كثير من الناس وقت طبعا التعبير عن مشاعرهم يصيدهم او على قولتكم هالكويت يحوشهم نوع من الخجل، فيمكن يصمت. فلذلك انا احس ان انت يمكن اخترت او اختارتك الاغلبيه الصامته، لان انت لسان حالهم. يمكن انت سهل عندك ان انت تعبر عن مشاعرهم وتقول الحكي اللي صعب ان هم يعني يقولونه، وهذا شيء فعلا يعني ساهم بشكل كبير ان فعلا تتوصل الكلام اللي يمكن صعب ان الشخص يقوله. الحمد لله، والله يعني كل اللي اقدر اقوله بخصوص هذا الموضوع الحمد لله، الحمد لله رب العالمين على هذه الهديه اللي اهداني اياها، واللي اتمنى باني قاعد اجيد استعمالها بشكل جدا ناجح. اليوم علشان ما اخفي على السر، انا انسان واضح، واحاول كثر ما اقدر اكون واضح بشعوري وبعلاقاتي واحساسي تجاه الطرف الثاني. اليوم بالنسبه لي اللي يخفي مشاعره هو قاعد ينام متضايق، وانا ما ابي احد ينام متضايق. انا ابيك تقول اللي بقلبك وتحط راسك على المخده وانت نايم مرتاح، ضميرك ما يأنبك، تدري بان كل شعور لامس قلبك لقى محله وراح مكانه وراح للشخص المعني، ويا اما تمت مبادلته بشكل صحيح او مو بشكل صحيح، ولكن بالنهايه شعورك ما ظل مكبوت في قلبك. انا اخاف على الاغلب، وحتى ربعي اللي حواليني مثلا اخاف عليهم من انهم يكبتون. بالنسبه لي اللي يكبت قاعد يحرم غيره يمكن من كلمه حلوه او من شعور حلو يقدر انه هو يقوله، او يمكن قاعد يضر نفسه بشعور يدري انه لو تقاسموه اثنين من ربعه راح يكون اخف عليه بالحمل. فلاني وايد واضح، لاني وايد اتكلم، لاني وايد احاول اوصل شعوري، لاني ما اخاف من مشاعري، جربت اني انقل هذه التجربه على الهواء، والحمد لله، الف الحمد لله يا رب على هذا النجاح، الف الحمد لله يا رب على هذه الاصداء، وان شاء الله يا رب نقدر ان احنا بعد ناخذها الى مستوى افضل ومستوى اكبر باذن الله. بإذن الله. مرام قالت هي يعني أنت ما يحوشك الخجل وأنت واضح. أمس كان نهائي أغلى الكؤوس عندكم في الكويت، عرباوية وكويتاوية على قولتهم، أنت ولا أنت قد تساوي طرف ثالث في الموضوع؟ أنا للأمانة ما أتابع كرة القدم أبدا، يعني أنا بعيد عن كرة القدم بكل بوضوح. أنا أشجع منتخب الكويت وأحب منتخب الكويت وكل هاي الدبلوماسية ما فيها موضوع. لا لا لا، فعليا أمس فرحت للنادي العربي فرحة جدا كبيرة، كانت فرحة مستحقة، كانوا محتاجينها كجماهير وكأندية وكإدارة. أتمنى لهم كل خير، يستحقون ويستاهلون، وعليهم بألف عافية هذه الفرحة، وعسى يا رب يزيد من إنجازاتهم، وحظ أوفر لإخواننا اللاعبين في نادي الكويت، وإن شاء الله يا رب يعوضونها في بطولات أخرى. آمين يا رب العالمين. زملائك في العمل والكيمياء في فريق العمل، إيش كثر تساهم علي في نجاح برامج علي نجم بالأحرى مو برنامج؟ أنا دائماً عندي مقولة أقول نجاحي هو فريقي، أنا ما أنجح بروحي. أنا دائماً أقول العمل الجماعي حل النجاح، ما في نجاح فردي، واللي يقول عن نجاحه نجاح فردي فهو إنسان أناني ناكر جميل، ما يعرف الناس اللي اشتغلوا معاه أو حتى يمكن فادوه بنصيحة. أنا حذر جداً باختيار الناس اللي أشتغل معاهم، لأن بالنسبة لي شخصياتهم وطريقة تفكيرهم، بالنسبة لي روحهم خلال وقت العمل، بالنسبة لي إبداعهم يأثر علي بشكل جدا كبير. نعم، فريق العمل هو أساس أي عمل ناجح في الدنيا. لازم يكون الفريق متناسق متجانس على قلب واحد. صحيح. يحبون بعض، والأهم من هذا كله فيهم ولاء 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 لبعض. يعني ما حد داش هذا الفريق لمصلحة معينة أو لفكرة معينة. نعم، الكيمياء بين فريق العمل لابد أنها تكون جدا عالية. علي يعني عكس نانو، هي لا في تجانس ولا في تناغم ولا في تعاون، ها؟ أنا وهي الحين اللي قاعد طالعنا. لا أقول لك شيء، بما أن أنت تمتلك هذه القدرة من العفوية وأنت في برنامج لايف مع زميلتك على الهواء، فلا بد ان التجانس بينكم وايد. شكرا علي على الرد، شكرا. انت دائما نصير الاغلبيه الصامته. عيل تدرين ما دام وقف وياك الحين، ايه؟ علي خذ المكالمه، رد على التلفون. انا قال لي رد علي، بس خل علي يرد. قول الو علي، قول الو. الو الو، مساء الخير. مساء النور. علي بيرد، خلي علي يرد. الو. أنا ما أسمع صوت علي. الصوت بعيد للأمانة، مو قادر أسمعه. يلا إحنا بنقول لك ألو، هيا تبي ترد، هيا يلا ردي. مساء الخير الأخت، معنا الأخت دانا لسريع.
طبعا هي مذيعة ومعدة وهذه صرخة من علي النجم هاي دلالة على أنها هي قريبة جدا منك. حياك الله يا أم أحمد. لا 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 خلونا بعيد عن أم أحمد. الله يخليك بعيد عن هالطاري كلش. والله كنتي أحلى أم أحمد في الدنيا. أهلا وسهلا فيك. حياك الله إن شاء الله. يا مرحبا دانا يعطيك العافية. سهلا. حياكم الله. الله يعافيكم وشكرا على هالمداخلة لأن أنا وايد مستمتعة. ان انا فاجئ علي على الهواء وهو ما يدري في الموضوع. يعني دانا في بينكم لغه تواصل جميله وغريبه وما يفهمها غيركم، يعني كلمينا عن طبيعه هذا التواصل الجميل والغريب. هو صراحه غريب جدا وما زال غريب وراح يستمر غريب، لان هذا الشيء اللي احنا انا شخصيا قاعده استمد منه التجدد اللي يخليني اكتشف علي واقدر افهمه بشكل خلينا نقول متجدد. نعم. إنما من بعض، فهمت قصدي؟ نعم. إن للحين عندنا صح إحنا نفهم بعض وايد، لكن في نفس الوقت نحاول إن إحنا ما نكون خلصنا بعض وبس يلا خلاص، عرفت إن ما يكون لنهاية عشان إحنا ما نكون وايد مكشوفين وبنفس الوقت ما نكون سطحيين وبنفس الوقت فهمت اللي خلطت مشاعر متناقضة بس في نفس الوقت على حظنا خلطت مشاعر هذه مالت أم أحمد أنا آسفة لأن في صداري هواي هذاك فعشان تذي بس التواصل اللي بيني وبينه كبر بشكل أنا استغربته وهو بعد استغربه إن إحنا كنا متوافقين فكريا لكن وجودي بالمارينا كان مجرد إن أنا متطوعة وداشة أكتشف نفسي للأمانة قبل خضوعي في المجال الإعلامي اللي ما كان يستهويني ولا كنت حابته ولا كان يعني لي أي توجه فيه. نعم. وأنت يعني وجدتي نفسك يا أم أحمد وكيفك؟ كيفي؟ أعطينا إياها كيفي؟ لا 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 شوف عاد أنا الحين خليني أتقمص أم أحمد ثلاث ثواني بس عشان لا نزعل من بعض. كل شيء هدي بالدنيا يصير بكيفي كيفي بفلوسي والله كنتي يعني تفوزين الناس على كيفك وعلى مزاجك ما حد يقدر يقول لك شيء. اي هذه أم أحمد الله يسلمك بعيد الشر عنكم وعن كل اللي يسمعونا ويشوفونا. حالة غريبة من الأطوار وكتلة متناقضة من المشاعر وهي مو فاهمة نفسها بس هي واثقة من نفسها بشكل مبالغ فيه لدرجة ان ما يهمها ولا شيء ولا يهمها ولا احد. فشخصية غريبة جدا جدا جدا. على فكرة هي من اختراع علي نجم وطلال الفصام. انا برجع حق علي شويه. علي شو تقول عن ام احمد وش تقول عن ادائها ودورها وتعاملها معاك بالاحرى حتى لو كانت ويانا على الهواء؟ انسى انها ويانا، عطنا بصراحه. اول شيء انا وايد احب دانا الاسريه كانسانه وكصديقه وكاخت، وايد اكره ام احمد ومتحسف على اليوم اللي تعرف معاك. هي الفكره كانت بكل بساطه قبل رمضان 2019 وكنا انا وطلال الفصام قاعدين نسوي بايلوت، حلقه بايلوت حق البرنامج، بس نبي نجرب شلون راح يطلع البرنامج شلون راح يكون شكله، لين ما فكرت بان ليش ما يكون في شويه بس مبالغه بالشخصيه او بالفقره الاخيره اللي هي كانت المسابقه، ليش دانا الاسريع تطلع كدانا، ليش ما يكون في حبه مبالغه شويه تضيف عنصر كوميدي وعفوي وحلو. اتصلت بدانا ودانا لانها قويه ولانها ذكيه ولانها تدربت عدل ولانها عارفه بان الفرصه لما تجي لازم الواحد ما يطوفها ويحاول انه يتحداها وما يسمح لها انها تتحدى، خذت هذه الفرصه. وانا كنت للامانه خايف، انا متصل فيها وانا منحرج ان دانا انا متصل عليك قبل رمضان ب 48 ساعه او 24 ساعه قاعد اطلب منك ان انت تخلقي لي شخصيه، ابيها تلبس كذي، ابيها تتكلم كذي، ابيها تكون بهالشكل هذا وتقدم الفقره بهالشكل. أنا بس قلت اللي أحتاجه بالحلقة الأولى، من بعد الحلقة الثالثة لين آخر يوم برمضان كل الجهد اللي شفتوه اللي صار هذا جهد دانا سريع نفسها، هذه إضافاتها، هذه أفكارها، هذه قدرتها على أنها تأخذ الشخصية نفسها إلى مستوى جديد، إلى مستوى مختلف، خلتنا كلنا فخورين فيها. أنا لما خلصت 2019 أنا مو ناجح في برنامج ممكن نتعرف أكثر، بس أنا ناجح في برنامج ممكن نتعرف أكثر وناجح في أمه. أيوه في دانا. دانا استضفتي انت نجوم ما شاء الله عليك، شلون تعاملتي مع هذه الكوكبه من النجوم في التعامل معاهم؟ كونك يعني انت كنت متطوعه في البدايه ذكرتي، ولما تتعاملين مع هذه الاسماء الكبيره
شلون تواصلتي في هذه الشخصية القوية؟ أنا كنت أتواصل معاهم بالبرامج من السنين اللي فاتت لما يكونون ضيوفنا قابلنا أنا من فريق الإعداد، فأكون يعني ماخذة فكرة عنهم قبل البرنامج أو مذهبت لهم الأسئلة وحضرت لهم الحلقة، فهذا كان حدي بالتعامل معاهم. شنو حابين تشربون؟ أهلا وسهلا معكم دعنا سريع كانت قصتي. بس بعدين رمضان كنت أعرف أكثر صارت أم أحمد، فكنت للحين أنا ماخذة دور المعدة لأن أنا معاهم فريق الإعداد وأنا اللي أضيفهم وأنا اللي أباشرهم ومعاهم وحياكم الله، والأسلوب والسمع كله ما دانا موجود. خلال 3 دقائق بالكثير انخش وراء الباب ما يشوفني ضيف وألبس شخصية أم أحمد وأطلع لدرجة أنه ما يستوعب أن هذه هي دانا نفسها اللي سوى عطتها قلاص القهوة، فلازم ألبس الشخصية ولازم هالموضوع وايد مخوفني، شلون راح أقدر أخلي الضيف يدخل بالمود مال أم أحمد لأن هي ما تأخذ الحياة جد، وأتمنى إنه ما يفهمني غلط أو يشوفني مثلاً تماديت أو ضايقتها، فوايد كان صعب علي وايد مو شوية، بس الحمد لله وهالشيء هذا أنا حسيته وعلي وجهني خلال أول حلقتين أو 3، بعدها يعني قلت له خلاص يعني لازم أنا اللي أتصرف ولا تعطيني أي تعليمات، ووعدك إنه ما رح تحتاج إنه تعطيني تعليمات. يعني فعلا يعني دانا أبدعت الصراحة، يعني حتى إحنا تفاعلنا وايد مع الشخصية فعلا. أم أحمد يعني دائما أم أحمد تحكم، يعني أنا كل أم أحمد ترى عارفة فعلا تحكم. أم أحمد وأم جاسم وأم خالد وكلهم. لا أم أحمد غير، كلهم أسود يا علي في البيت، ها مامي إلا إحنا بس اللي قاعد كلهم ما تحكمون. يعطيك العافية يا أم أحمد ولا دانا لسريع، أبدعتي في الحقيقة في تقديمك وأبدعتي في موهبتك المميزة سواء في الإعداد ولا في التقديم، يعطيك العافية. الله يعافيكم، وهذا كله من فضل الله وجهودي عشان علي ما يزعل، بالإضافة أولا وأخيرا علي نجم وجوده ودعمه وتشجيعه المستمرين لوجوده أنا في مارينا إلى الأبد. يعطيك العافية وموفقة، ونتابعك إن شاء الله بعد في رمضان الجاي نبي نشوف بعد برامج هلا مميزة إن شاء الله. علي تتفق معاي لما قالت هي أم أحمد تحكم؟ كل أم تحكم صح ولا لا؟ أكيد أكيد، أنا ما أقدر أنحاش من إجابة هالسؤال كل أم تحكم، لأن لا أبي أزعل أم عبد الله اللي هي أمي ولا أبي أزعل أم هيام اللي هي زوجتي، فإذا كل أم تحكم نعم كل أم تحكم اللي تأمرون فيها وكيفهم صح؟ برضانا ولا غصبنا علينا بيحكمون وكلهم كيف؟ كيفهم؟ كيف؟ أي لا كيفهم بس بفلوسنا. أشكرك على الأقل حصلت لي واحد يعني يوقف وياي شوي ضد ما يسمى بالجنس الناعم، صح ولا لا علي؟ علي الله يحفظهم إن شاء الله يا رب كلهم يخلي لي إياهم ويخلي لهم. آمين آمين يا رب العالمين. علي سلم عليك القمر يا علي. يسلم علي القمر؟ أي سلم عليك القمر. جايك سلام من القمر. جاي لك سلام خاص مخصوص من القمر. من القمر؟ من القمر تخيل. يا بختي يا بختي. كان اتصال من القمر وقال سلم عليه. اوكي خلاص انا يمكن هذه تكون لازم انا افهمها بس انا ماني قادر افهمها. لحين؟ لا لحين يعني 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 ام احمد راحت القمر. ام احمد ما تروح القمر، لا يبقى القمر كذا ودوها بلوتو ودوها عطارد ودوها هناك، لا تودونها القمر. المريخ احسن المريخ. مع مسبار الامل. يعني في اثناء الحديث مساعة علي انت تكلمت عن الاحلام، حلو ان الواحد يحلم، وانت شخص دائما يعني خلينا نقول انه تستمد يمكن الامل او الجانب المريح دائما من الخيال، انت عندك يعني جانب الخيال جميل، وابتسمت لانه يعني خيال هو اسم يعني الكتاب اللي اصدرته ثالث واحد، انا هنيك على هذا الكتاب. وفعلا يعني انا اتفق معاك انه دائما في اغاني هي اللي توصل المشاعر صح، وانت يعني اعتمدت في هذا الكتاب على يعني عدد من يمكن الاغاني، وهذه طبعا مو اول اصدار لك، هذه ثالث اصدار لك، يعني لك عدد من الكتب، انت شخص يعني تملك القدره ايضا على الكتابه مو بس الكلام، وهنيك طبعا على كل اصدار، كل اصدار للونه، كل اصدار لنمطه،
وخيال جميل. يعني لنا في الكثير من الأحيان يمكن في الخيال راحة، ومن حقنا أن احنا نتخيل، صح؟ صح صح 100% أتفق وياك. أنا الكتابة بالنسبة لي متنفس آخر، متنفس بعيد عن الواقع، متنفس بعيد عن أني أحياناً أحتاج أتكلم بس ما أبي أقول هذا الكلام حق أحد، فأشارك اللي ودهم أنهم يتكلمون بس هم ما يبون يقولون الكلام هذا حق أحد. أنا ما راح أصنف نفسي في حياتي أني أنا كاتب ولا أنا مجرد شخص يمسك القلم يعبر عن شعوره وينزل شعوره في كتاب، يتمنى لو أنه يلاقي مشاعر ثانية تلتقي معاه على هذه الصفحات. يمكن خلال فترة الحظر المنزلي والحجر اللي مرينا فيها خلال فترة إضافة، عسى الله لا يعود إن شاء الله يا رب من أيام، ولكن قررنا بأن احنا نسوي لايف كل يوم نقرأ صفحات من كتابي الثاني، إصداري الثاني جاري الكتابة. في البداية جربت أن الموضوع يكون مجرد هدية مني علشان أكون صاحب محتوى مختلف. خلال فترة الكل كان قاعد يحاول يكون فيها متواجد ويقدم محتوى حق الناس اللي موجودة بالبيت، وكان بالنسبة لي هذه الفترة قاعدة تبين معادن الناس وش كثر ممكن هم يتميزون بما يمتلكون. لأن اليوم الناس بتقول لك صار في كورونا والكل قاعد في بيته، علي نجم شو بتسوي أو شلون بتتميز؟ رفعت سماعة التليفون على العزيز الغالي سعود المنصور في ذات السلاسل وقلت له بعد ابنك أبي أقرأ كتاب جاري كتابة كامل بلايف بالإنستغرام، وبالنسبة اللايفات على اليوتيوب، وبيكون الكتاب مقروء لايف موجود حق الناس يقدرون أنهم يرجعوا له، وهذا الشيء ممكن أنه يقلل من مبيعات الكتاب تجارياً بعدين لقدام والناس ما تشتري الكتاب. جميل. قال لي أخذ راحتك واللي تبي تسوي. واحد من ربعي قال لي أنت مينون ليش بتسوي كذي؟ قلت له اليوم أنت تبي تعطي الناس جزء قليل من اللي هم عطوك إياه من حب ودعم. الحمد لله الموضوع رجع علي بمردود إيجابي جدا. بلشنا يمكن اللايف إلى 1000 شخص قاعدين نتجمع على الهواء بدون مبالغة. وصلنا لين آخر لايف إلى تقريبا 6,000-7,000 شخص قاعدين يكونون موجودين باللايف، قاعدين نقرأ الكتاب كلنا مع بعض. ردود أفعال كانت خيالية. في واحد من اللايفات أذكر لما ختمته لقيت اسمي واسم الكتاب ترند عند إخواني وأهلي وربعي في المملكة العربية السعودية، وتم تداول عدد كبير من الفيديوهات فعلا. من هذا اللايف صحيح. استوعبت اليوم بأن اللي سوينا من قلب يوصل على طول لقلب الناس صحيح. وأنا فعليا كتبي هذه سويتها من قلبي وتمنيت أنها توصل لقلوب الناس، وبإذن الله إن شاء الله يا رب راح توصل، وبإذن الله الرابع والخامس بإذن الله إن شاء الله. يعني علي يمكن سبل وطرق توصل الأفكار والمعلومة يعني ما وقفت عندك حتى في فترة كورونا، لكن في سؤال، يعني بما أنك يعني إعلامي عندك القدرة على الكتابة عندك القدرة على التحدث وتوصيل الأفكار، هل هناك في صعوبة يمكن واجهتك كإعلامي في توصيل الأفكار؟ هل يعني قوبلت بانتقاد يمكن في بعض الأفكار اللي أنت تنشرها؟ اي لا ازال انا لا ازال في علي انتقادات كبيره، والواحد لازم يعرف الناس وين تنتقده وبشنو تنتقده عشان يعرف شلون يطور نفسه. في انتقادات في محلها كانت فعليه. في الكتاب الاول الناس قالوا لي علي كاتب باللهجه العاميه علشان يبي مبيعات لا اكثر ولا اقل. جيت في الكتاب الثاني والثالث كتبت باللغه العربيه فقط للاثبات بان مو هذا قصدي، وفعليا كان عندهم وجهه نظر بان الكتابة باللغة العربية راح تسمح لك بالتعبير بشكل جدا مختلف أكثر من اللهجة العامية. والكتابة باللغة العربية نمتني وقوتني وخلتني أقرأ أكثر وأعبر بشكل أفضل. ولكن في الانتقادات اللي أنا أحطها وراء ظهري، لأن بالنسبة لي هي ما قاعدة تزيدني ولا قاعدة تفيدني ولا قاعد أفهم منها ولا شيء. لما أحد يقول اليوم علي مجرد يشغل موسيقى ويتكلم، زين الموسيقى موجودة في اليوتيوب سوي لها داونلود عندك وتكلم، خلنا نشوف إذا الموضوع بهالسهولة ولا مو بهالسهولة. اللي يقول بأن علي اليوم يتكلم لفئة عمرية معينة، مراهقين مراهقات، وحدني في صورة نمطية معينة هو يبي يحطني فيها، حقه وذوقه وكيفه وعليه بألف عافية. أنا أدري بأني أنا مو حاط نفسي في صندوق ولا رابط نفسي بشكل معين أو بلون معين أو لفئة عمرية معينة. أدري بأني أحاول كثر ما أقدر أني أوصل لأكبر عدد ممكن لعقليات مختلفة ولشخصيات مختلفة. أحاول فعلياً بأني أقدم شيء وايد حلو، وإن شاء الله يا رب أكون قادر أقدم شيء وايد حلو. الانتقادات لليوم انتقد، ما راح أخفي عليك، لليوم الناس تقول ما له داعي وسخافة اللي قاعد تقوله وتافه اللي قاعد تسويه وأنت ما عندك سالفة. إذا بلتفت لهم والله العظيم لا راح أكون معاكم ضيف ولا راح أكون ضيف في أي مكان،
ولا في احد راح يدري عني. اليوم احنا ما نستسلم امام الانتقادات الغير مبرره، بل احنا نستمع للانتقادات الحقيقيه والفعليه والانتقادات اللي ممكن ان هي تولد من ورانا طاقه وابداع جديد، ونعطيها اهتمامنا ونشوف شلون ممكن ان هي تطورنا. ولكن اللي بيمسك تويتر وتلاقينا مضايق بيومه او ما عنده شيء يسويه او فارغ فعليا، فارغ في روتينه وفارغ في عقله، شافني في تويتر كاتب تغريده حب انه ينفس عن غضبه ولا عن عقليته التافهه ولا عن الامور اللي هو قاعد يمر فيها بتغريده انتقاد او هجوم غير مبرر حقي انا، يلا يستاهل هالخمس دقائق خلينا ننفس عن غضبه ومردد بينطق بلوك او التويت بينطق ديليت وهو ارتاح وانا ارتحت وعفى الله عما سلم. اي والله صدق دامك ان انت يعني تحت الاضواء فتوقع انك مستحيل ترضي الكل ولا تعجب الكل ولا الكل يكون متوافق معك. ولا هو هدف، ما اخفي عليك ولا هو هدف، انا صحيح. ما عندي هدف باني ارضي الكل ولا عندي هدف باني ارضاء الناس غايه لا تدرك، انا هدفي الاول والاخير اني ارضي طموحي انا، هدفي الاول والاخير اني احقق حلمي، وان شاء الله يا رب طموحي ما يكون شيء مزعج، لان لغايه الحين طموحاتي هي اللي حققت لي هذا الانتشار وهذا النجاح وهذا الحب ولله الحمد. فاليوم انت اذا قدرت ترضي نفسك راح تقدر ترضي عدد كبير من الناس، صدقت. اذا قدرت تحب نفسك راح تقدر تحب الناس وتحببهم فيك، اذا كنت صادق مع نفسك راح تعرف توصل كل شيء بصدق. فاليوم كذاب اذا قلت لك اني انا ابي ارضي كل الناس، لا والله في ناس ما بيها ترضى علي ولا بيها تتابعني ولا بيها تطلب وجهي ولا انا يطلب وجهي. انت اذا رضيت نفسك وحبيت الحياه بتحب الكل والكل بيحبك، ترى هذه 100% قاعده أكيد. تمشي عليها. لكن احيانا أكيد. البعض ما دام احنا نتكلم عن جانب الانتقاد يقولون ان علي يجمل الحزن احيانا، هذا صحيح؟ اي اجمل الحزن، من حقي ومن حق اي بني ادم بالدنيا انه يجمل حزنه. ليش عيل؟ شنو المطلوب اني اكئب الحزن وادخل في دوامه كآبه وابكي وانوح؟ المفروض اني انا اخلي الحزن يسيطر على حياتي واعيش في حياه سوداء، المفروض اني انا اخلي الحزن يسيطر علي. اي اجمل الحزن واحاول كثر ما اقدر اني ابينه بانه هو تجربه احنا اقوى منها ونقدر ان احنا نعديها. ليش اليوم صار تجميل الحزن شيء غلط؟ لا بالعكس، المفروض اللي قاعد يقولني انا اجمل الحزن المفروض يصفق لي، لاني قاعد احاول اخلط من شيء سلبي شيء ايجابي، واحول من الالم امل واحول من الدمعه ابتسامه. هو شنو سوى عشان يجمل الحزن طويل العمر؟ كتب تويت ولا حط انتقاد وقاعد في بيتهم ينطر. يلا الله يوفقك. صدقت علي، يعني احنا وايد مستمتعين معاك وما ودنا الصراحه ان ننهي هذا اللقاء، ودنا ان تكون معنا هنا في الاستوديو الصراحه ضروري، وان شاء الله يا رب جايات باذن الله باذن الله. وعد والله العظيم وعد بان اول زياره لي للبحرين راح نتواصل وياكم بحربي ودانا والفريق راح يتواصلون، وباذن الله راح ننسق مقابله حلوه اكون فيها قاعد باذن الله وبينكم، وتعزموني على العشاء بعدين وتودوني فيلا مامز ونقعد هناك نتعشى ولا عليكم. ان شاء الله بسوي لك خوش الريوق البحريني اللي على اصوله. اي والله، وانت يعني سبقني، انا كنت بقول لك ان احنا بنيبك هني ضيف، ولكن انت مو ضيف، انت راعي مكان. قبل ما نختم يا علي، اخر كلمه تحب توجهها لجمهورك عبر تلفزيون البحرين؟ أنا دائماً بالنسبة لي أن أنت تكون ضيف في تلفزيون الدولة الرسمي هذا بحد ذاته إنجاز، بأن هذا البلد وهذه المؤسسة تفتخر فيك وتدعمك، وبالنسبة لها بأن أنت تستحق تظهر على شاشات تلفزيون موجود في كل منازل دولة البحرين وأخواني في البحرين وأهلي في البحرين. شكراً لكم على هذه الفرصة، هذه أول مقابلة لي في تلفزيون البحرين وأنا جداً سعيد فيها. اتمنى لكم ان شاء الله يا رب كل خير، اتمنى الله يديم عليكم نعمه الامن والامان والحب الله. وفرصه بعد ان احنا نقول حق اخواننا في المملكه العربيه السعوديه بمناسبه اليوم الوطني 90، كل عام وانتم بخير، وعسى ربي ان شاء الله يا رب يهنيكم ويديم عليكم نعمه الفرح والسعاده والانجاز والتميز والابداع. احنا كلنا اهل وكلنا فرحتنا واحده، مثل ما انا فرحان بوجودي معاكم ايضا انا فرحان في اليوم الوطني السعودي لاخواني بكره. شكرا لكم والله العظيم اني ما مليت ولا ثانيه بوجودي معاكم، ولا احنا والله هذا يخلص، وان شاء الله يا رب الجايات اجمل باذن الله. ان شاء الله شكراً. ولا احنا يعني فعلا نشكرك على هذه الروح، نشكرك على كل كلمه يعني ذكرتها، وشوف حتى يعني فواز هذه التوليفه الجميله، ود الكويت يهني السعوديه عبر تلفزيون البحرين. الله عليكم أيوة الصراحه أيوة. شكرا لك يا علي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا يعني كان معنا النجم الاعلام الكويتي علي النجم. خلونا بس نطلع فاصل وبنرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا. هني في البحرين كل اللي تحبونه، الحلوى وهني الطيب وهني النخل وهني الماي والعيون، هني الجمال هني البحر هني الصيد
هني اللولو، هني كل شيء جميل. هني في البحر قصة أغنية هني في البحرين، فرحي بي ترحب بالناس وبعدين تتكلم عن البحرين. يا مرحبا بيكم هني في البحرين، خلوني بسولف واروي عن البحرين. لما جيت عند أغنية البحرين والشيخ عيسى كاتبها بطريقة يعني جميلة جدا، اتكلم عن جمال البحرين وعن تاريخ البحرين وعن طيبة البحرين. هني في البحرين لا دنيا تشغلهم، لا هم ولا أحزان، كل من حواليهم ربع وأهل وإخوان، ربع وأهل وإخوان، كل من حواليهم ربع وأهل وإخوان، ربع وأهل وإخوان، في ديرتي من سنين هني في البحرين، في ديرتي من سنين هني في البحرين. يا مرحبا فيكم هني في البحرين. ما قال ابو خالد هني في البحرين، هني في البحرين المجال الرياضي جدا متقدم، والدعم المتجانس مع افكار شبابنا انشا طريق جديد ومبتكر يجتمع ويجمع بين الرياضه والترفيه. ومن المحافظه الجنوبيه راح نتعرف على مكان رياضي وسياحي يقع تحديدا في قريه جرافيتي، اللي هو يعني حائط التسلق، اللي يعد مشروع بحريني واعد. يأمل مدير المشروع بأن يكون انطلاقة الشباب البحريني لتمثيل المملكة في بطولة الألعاب الأولمبية الخاصة بالتسلق، وإن شاء الله أنا وهي راح نكون متواجدين في هذا الحائط وبنتسلق وبنشوف من يوصل قبل. خلينا نتابع معاكم التقرير. التسلق رياضة ولها فوائد كثيرة يعني. وأهم الفوائد طبعا في ثلاث فوائد رئيسية. أول شيء طبعا القوة، الواحد هو قاعد يتسلق قاعد يستانس لكن في نفس الوقت قاعد يتمرن. وثاني شيء التكنيك أو المهارة، الواحد كل ما يتسلق بيلاحظ إنه يكون عنده مهارة، يكون عنده تكنيك أفضل، فبيستانس المتعة يعني. التسلق يعني شيء ما يوصف يعني. والشيء الثالث هو حل الألغاز أو حل المشاكل. الارتفاع 15 متر يناسب الجميع، في مستويات ومسجلينهم، نعتمد على المستويات الفرنسية من 4 و 5 و 6 وفوق. التسلق حق الجميع، الواحد اللي نيا أول مرة وثاني مرة بيتطور وبيستانس، وهذا اللي احنا نشوفه من الناس يعني. أغلب اللي يونا طبعاً أول مرة يعني، في ناس ما شافوا هالرياضة من قبل، بس نشوفهم لأن يجون يردون يجون، هذه طبعا مؤشر وايد زين بالنسبة لنا. احنا نأمل أن في المستقبل يكون في خاصة الشباب تشوفهم يتطورون، وحلمنا أن نشوفهم في البطولات يعني. الحين التسلق الأول مرة بيكون في الأولمبياد، وشرفنا طبعا إذا في المستقبل كان شخص بحريني يمثلنا في الأولمبياد يعني. الجدار فعال يخلي الواحد يطلع مهاراته ويستعمل عقله عشان يوصل للنهاية. شنو رسالتك للناس اللي حابة تجرب التسلق؟ مش قاعدين بالبيت، حياكم التراك، تسلقوا معانا.
حياكم الله من جديد. مشاهدي الكرام، كالعادة مملكتنا الحبيبة واللادة يا هي، فيها المواهب وفيها الشباب الغير محدودين في مواهبهم. إبداع وتطور الموهوبين مستمر وأيضا مدعوم، الشراكة المجتمعية متواصلة والثقافة العامة كل يوم قاعدة تزيد. إحنا يعني جدا جدا فخورين بهذا التطور الدائم اللي إحنا قاعدين نعيشه ونشوفه ونشهده. أيضا ضيفنا اليوم بالرغم أنه هو شاب وفي بداياته وبداية حياته الفنية، لكنه قدر أنه يوصل إحساسه، وهذه أصعب شيء توصيل الإحساس لقلوب الكثير من الناس بموهبته المتميزة. رحب معاكم بضيفنا الموهوب محمد الياسي والفائز بالمركز الثالث في مسابقتك، في مسابقة موهبتك في البيت. مسابقتك وموهبتك في البيت دشوا على بعض هي. يا مرحبا فيك محمد. يا هلا يا هلا. حياك الله محمد. الله يحييك. أول شيء ألف مبروك، تستاهل طبعا الفوز يعني بجدارة. صوت جميل، صوت واعد، فيك هذا الحس البحريني، الفن البحريني. احنا ما بنسولف وايد الصراحه، احنا نبي نسمع اكثر ما نبي نسولف وايد. بس يعني قبل ما نبتدي في البدايه، طبعا يعني هذه الموهبه شلون يعني اكتشفت ان عندك هذه الموهبه؟ شلون قدرت تنميها؟ ومن اللي شجعك؟ لان احنا كانت عندنا مواهب ما اكتشفناها. انا ترى كان المفروض اغني يعني، بس هي تتقدم بعدين. صح. اول شيء بديت تقريبا كان عمري 11 سنه مع الوالد. تعرف لان تشوف احد يقعد تحس ان انت بتصير نفسه، ليش ما صير نفسه؟ مثل اعلى. اي فمثلا كنت اشوف الوالد يركب الاوتار، يدوزن، وعليهم قبل ما كان في التونر، كان في نفس اللي على السمع حين الصفاره. اي اي فكان يسافر زوزو، شلون يعني ليش ما صير نفسه؟ فسالته يبا خذ لي جيتار خلنا اشيك تشوفني. وخذ لي جيتار شوي شوي بديت اتعلم اتعلم. كم عمرك كان؟ 11 سنه 12 سنه. اي بس في الناس ما يدرون ذا الشيء، انا ترى ما كنت اغني، ما كنت، كنت بس اعزف. كنت اشتري الالات، جيتار مو جيتار، عود، واشتري ويم عندي قاعد. اي فاي شريت اللي هو الجيتار، بديت فيه اعزف شوي شوي. قعدت مع الوالده يوم من الايام اغني اغني اغني، قالت لي محمد ليش ما تغني؟ الوالده الله يحفظها. اي نعم. قالت ليش ما تغني يعني، بس كلها تعزف 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 ليش يعني؟ فبديت اغني شوي شوي، احط مقاطع سناب ويوتيوب، وكان في اعجاب بسيط يعني عند الناس. اي نعم. ف هذه البدايه كانت محمد معك انه بوسط البيت ويا الاهل. في البدايه كانت عزف، مجرد عزف. اي صح. اي اله حبيتها اكثر؟ انت قلت لي خليت جيتار، خليت عود. العود اعتقد اصعب ولا الجيتار اصعب؟ لا العود، العود وايد صعب. العود اصعب وايد وايد، لانه ما في اللي هما الفرتات يعني. عشان كذي انا مو بقادر اتعلم عود. انا الجيتار عندي سهل، لكن العود من كذي عرفت انه صعب. اي اله احب لك، الجيتار ولا العود؟ الجيتار. 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 محمد، انا يوم سمعت صوتك ذكرتني بالفنان الراحل رحمه الله عليه علي بحر. الله يرحمه. يعني ليش انا قلت لك فيك هذه الحس البحريني؟ صح. يعني احس حتى الاداء، الصوت، طريقه الغناء، يعني ذكرتنا في الفنان الله يرحمه علي بحر. يعني هل الفنان الراحل علي بحر يقرب لك، او يعني قط التقيت فيه؟ للاسف ما التقيت فيه الله يرحمه. صله غرابه هو تصير امه من الياسي، ففي صله غرابه من بعيد يعني. اي نعم. وطبعا هو يعتبر قدوه وما في مثله اكيد في البحرين او في الخليج او في العالم، احساس، غناء، اداء، ما في مثله، وانا متاكد. نعم. وانت ان شاء الله بتصير خليفه حق علي بحر ان شاء الله باذن الله. انا دائما طماع، ما دام جيتار موجود وصوت حلو موجود فالاغنيه لازم تكون موجود. محمد موجود. محمد موجود ان شاء الله. ان شاء الله. شنو بتسمعنا محمد؟ سمعكم كل الطيور بما ان هي كانت بدايتي يعني. يبكي على حالي
وبقيت أنا لحالي وبقيت أنا لحالي تني مرارة عمر مضاقت لحالي مضاقت لحالي. يا محمد ما شاء الله يعني صوت جميل جدا واداء على الجيتار متناغم مع الصوت. اغنيه من كل الطيور للفنان خالد الشيخ. خالد الشيخ الله الله على خالد حتى الشيخ حتى الاختيار ابداع ابداعي والله. تاثرت بالفنانين غير الفنان علي بحار وغير يعني الوالد لما كنت اشوفه وهو يدوزن في الالات الموسيقيه؟ شكلك تدوزن. ها انا دوزن لعبتي دوزن العود والجيتار. طبعا اكيد في وايد مغنيين طبعا اللي هم مثلا عندك الفنان الكبير هاني حق فرقه الشموع وايد اغنيه كانت حلوه والكل اعتقد كان نفس ما يقولون فرقه الاخوه الثانيه اي كان ما شاء الله يعني اكيد يعني اكيد اكيد عندك بعد اللي هم اسباني كنت انا سو قلت لك انا اعزف قبل اي فكنا كنت اعزف الاسباني اكثر شيء. عقب مزجت هم الاغاني الاسبانيه وكاردات مع العربيه. انت الحين قلت اسباني انا الحين قلت لك انا في البدايه طماع كل ما تقول لي اسم دوله بقول لك غن. نبي نسمع اسباني. عطنا اوروبي. الاسباني والله من بعيد كان محافظ اعزف الاسباني لكن عطنا اي شيء مو بشرط الغرب الامريكي بعد حلو الاغاني القديمه اغاني الكوبوي. بس عزف. تمام. يعني لأن ما عندنا الترجمة تحت. شوف هاي لاحظتي لما شال حطها هني هاي أنا قاعد أسوي كذي بعد. أنت تسوي؟ بس ما أدري ليش يشيلونه. تغيير مقام. الله عليك بالاسباني شلون تنقال؟ هي اولي يعني قريبه الله جدا اولي اولي تنقال اولي. طيب احنا بنستاذنك شويه. انت كنت طبعا احد المشاركين في مسابقه موهبتك في البيت اللي انعرضت على تلفزيون البحرين في فتره قصيره. طبعا ما شاء الله عليك حصلت على المركز الثالث طبعا ويحسب لك طبعا هذا الشيء. قدرت في فتره بسيطه انك تنجز وتميزت حقيقة يعني محمد. فخلنا نتابع هذا التقرير مع السادة المشاهدين مشاهدينا. خلنا نشوف هذا التقرير وبنرجع حق أغاني محمد لأن في وايد أغاني بيعزفها لو عدنا. نشوف التقرير ونرجع نكمل معكم. تقريبا بديت كان عمري 11 سنة تقريبا صف الخامس بديت مع الوالد. شفتني يعني أعزف جيتار يدوزن الجيتار يركب لوتار شوي شوي بديت يتعلق قلبي في الجيتار فقلت له ليش ما تاخذ لي جيتار وابتدي نفسك. وحاليا انا قاعد الف الحاني الخاصه واروح اسجل في استوديوهات وفي ناس يعني يتابعوني ويسمعوني وطموحي ان انا ان شاء الله اكمل دراسه برا عشان اصير استاذ موسيقى باذن الله. وطبعا هاي المسابقه اللي هي اعطتني فرصه عشان انا اقدر اوصل صوتي حق الناس. بقيت أنا لحالي
لقيت انا الحالي تني مرارة عمر ما ضاقت الحالي ما ضاقت الحالي اعزف الم والالم يبكي يبكي على حالي اعزف الم والالم يبكي يبكي على حالي كل الطيور رحلت وبكيت انا لحالي وبكيت انا لحالي تني مرارة عمر ما ضاقت الحالي ما ضاقت الحالي. اسمحوا لي اقيم قبلكم. تفضلي محمد تسمعني؟ اي نعم. يعطيك العافيه يا محمد، صراحه ابهرتنا ابهرتنا الله. بمعنى الكلمه. شكرا شكرا استاذ. ان شاء الله بتكون من الفايزين باذن الله. ما ابي امدح فيك اكثر، لكن انت ما تغني، انت قاعد توصل شيء من اليوف. اي أيوة والله، يعني اللي يغني في شوي، انا ما ادري وجهه نظري يعني اذا كانت صحيحه، اللي يغني او يبي يطرب في عنده شويه التصنع وعرض الحليات والعرب والدنيا زين، لكن انت يعني كأنك تاخذ شيء من داخل. محمد ما شاء الله تبارك الله روعه، ننتظر ابداعاتك، بتكون نجم من نجوم الخليج باذن الله، متميز. اذا هيفاء هي راح تعلن عن الفائز بالمركز الثالث من فئة الكبار. تفضلي محمد رائد. محمد رائد إذن الفائز بالمركز الثالث من فئة الكبار، ألف ألف مبروك. يعني أنا وفواز إذا عندنا شخصية وعندها آلة دائما تحت الهواء تطلب أغاني. لا غربلنا عاد مسكين. مسكين يعني بعد ما بيقصر معنا محمد. محمد تجربتك أكيد كانت حلوة وجميلة وبتذكرها طول العمر. أكيد. كلمنا عن هذه التجربة موهبتك في البيت. كانت صراحة تجربة وايد وايد حلوة، وتعرفت على ناس بعد أوجه لهم تحية مثل أستاذ عبد الرحمن وتركي. صراحة يعني تجربة أتمنى بعد فيه إن شاء الله تجارب أخرى بعد بتصير. وفي البداية طبعا ما ننسى أشكر سمو الشيخ خالد بن حمد الله يحفظه على هالتجربة اللي خلانا نخوضها أكثر من شخص، يعني 300 شخص، وأعطانا الفرصة أن احنا نظهر مواهبنا في البحرين. التجارب وايد حلوة تفيد وتعرف البحرينيين على المواهب اللي موجودة، شفناها في المسرح، شفناها في المجال الرياضي والمجال الفني. صحيح. هو في تقرير، بس قبل ما طلع التقرير هي طلبت أغنية عجبتني الصراحة. أصابك عشق أم بليت بنظرة، صح؟ رميت بأسهمي ورميت. أنا غيرت شوي، عطنا عطنا اللي أنت حافظه.
ابدعت يا محمد ما شاء الله عليك ابدعت يعني حتى في بعض الكلمات انت حاولت تستذكرها احنا طلبناها شيء لكن تتعرف تتصرف شلون تجيبها على نفس نمط اللحن وشلون هذا الموضوع مهم جدا لا 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 هذا الموضوع عادي جدا يحدث لاي فنان فهذه يفيدك حتى لو في قنوات ثانيه بكره متخصصه في المجال الفني انت عارف شلون تطلع من جو الرهبه فانت مبدع بكل حالاتك محمد اللي قدرت تتعامل مع هذا الموقف على الهواء مباشره من اكثر الفنانين العرب يستهون محمد ما دام انت تغني بالفصحى ما شاء الله عليك عبد الرحمن الفنان عبد الرحمن يعني الصراحه احسه قريب شوي من احساسي ومن صوتي فيصير علي سهل عليه أنا قلت لك قبل أن نطلع الأغنية هذه الجميلة جداً في فيديوهين راح نشوفهم كل واحد فيهم يحمل مضمون مختلف عن الآخر قد يكون سؤال قد يكون طلب قد يكون أغنية قد يكون كلمة ها هي شنو بيختار محمد تتوقعين؟ تختار صديق ولا في فيديو حق الأهل وفي فيديو حق الأصدقاء تختار؟ نروح حق الأهل الأهل دائماً يختارون الأهل أقرب الأقرب أمان أكثر يلا نشوف فيديو الأهل مهما تكلمت عن محمد ترى بتكون شهادتي فيه مجروحة أنا ما مدح في ولدي بس الصراحة هو من الشباب النادرين ولله الحمد محترم خلوق ما تعبني في تربيته وخدوم وشايلني وبار فيني الحمد لله رب العالمين وفي المدرسة ترى المدرسين وايد يمدحون فيه لدرجة أنه يحرجوني من كثر ما يكلموني عنه وأنه هو خلوق وذي أنحرج يعني الصراحة وهذا الكلام ترى مو بس أنا اللي أقوله الكل يشهد على كلامي والحمد لله رب العالمين إنزين محمد اللي خبري خبرك بيجهز تاريخ 29 صح؟ الله يحفظها لك ان شاء الله الوالده خليها لك ان شاء الله هي من اكبر الداعمين حق محمد أكيد صح اكيد الوالده اكيد قالت شيء انا اشوف الدموع في عينك محمد لا ما عليه هذه تشجيع الوالده حلو لما يكون عندك في البيت دعم وتشجيع من الوالده ولا الوالد بس قالت اللي خبري خبرك شنو اللي خبري خبرك احنا بنسوي اللي خبري وخبرك وخبر المشاهدين كلهم ان شاء الله ببني لي استديو بسيط في البيت ان شاء الله ان شاء الله وببتدي الف الحان واغاني باذن الله ان شاء الله حلم جميل جدا لما انت تبي توصل الاستديو وتشوف تسجيلاتك من خلالها ان شاء الله اكيد قدها ناخذ الفيديو الاصدقاء نشوف يلا نشوف الأصدقاء السلام عليكم محمد طبعا حبيت أن أنا أبارك لك مناسبة فوزك من المركز الثالث في مسابقة موهبتك في البيت وأتمنى لك كل التوفيق يا رب أنت من الناس اللي أنا أعتز فيهم وأتشرف معرفتي لك قدام الناس وآخر شيء حبيت أن أقول لك شنو هو مشروعك الجاي هذا صديقك معاذ الكبيسي والنعم فيه معاذ رد على معاذ مشروع الياي بإذن الله أسوي إن شاء الله غنية باسمي كاملة بإذن الله في الاستديو الجديد ولا هذه قبل الاستديو قبل مشروع الاستديو غنيتك لا إن شاء الله تكون قبل الاستديو بإذن الله قبل الاستديو وان شاء الله بنزورك في الاستديو بنشوف الامكانيات اللي موجوده يمكن نسجل يمكن تكتشف فينا موهبه بعد دوتو انا وهي بنيها لو طلبت منك اغنيه شنو عندك شيء هي لا ما عندي شنو دخلت عليك انا كنت يعني متخيله انك مايسترو معاه بالعصا بالعصا لعبتك العصا الدكتور مبارك يجيبها لي وباي لك الاستديو انا وبضبط لك التوزيع الموسيقي ترى يطلع منك شيء ترى يطلع منه يعني للحين ما طلع مني انا ما شفنا لازم الناس يشوفون الحلقة الجاية أنا أقول حق عزة رئيسة الأداد أنا بايب جيتاري وبرويكم تقول لي محمد الياسي تقولون لي خالد عبد الرحمن بالعود وأنا بقابلك إيش رأيك الحين أنت اختار شنو بتغني لنا وشنو بتسمعنا وشنو بتطربنا فيه نقول ترحل حق الفنان المرحوم أنت فنان والله حتى في اختياراتك فنان ترحل يا أغلى الناس قلبي ما تدري به تهجر بلي إحساس والراحة الطيبة بصبر وأقول لباس مكتوب برضي به مكتوب برضي
أصبر وأقول لباس مكتوب الرضيبة مكتوب الرضيبة خليت على الخدين تنزل دموع عيني أسهرتني بالليل أفكاري تشتيني والقلب يسأل وين اللي داريبة اللي داريبة والقلب يسأل وين اللي داريبة اللي داريبة الله عليك تسلم صوتك ويسلم أدائك المبدع اللي يدش القلب على طول يا محمد ما شاء الله عليك فعلا. يعني كأن الراحل علي بحر موجود قدامنا وقاعد أيوة. يعيد تسجيل هذه الأغنية المبدعة جدا أيوة. محمد لو بقول لك شنو حلمك غير الاستديو وغير الأغنية الخاصة في محمد شنو يحلم في عندك حلم كبير يعني استثنائي غير عن كل الأحلام ودك فعلا أن أنت تحققه ما صرحت في حق حد ان شاء الله يعني ناخذ بالنص كلهم يعرفوني العالم كلهم يعرف مثلا محمد ليوسي اي عارفه الفنان من البحرين حلون يعني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني اليوم هذه اول لقاء لك صح من هذه اليوم في هذه اللقاء ان شاء الله اسمك بيكون معروف باذن الله عبر برنامج وطني في تلفزيون البحرين وعندنا كثير من الناس يتابعونك محمد ليوسي هو اكيد فنان ان شاء الله محمد عندي لوحة هذه يعني إهداء لك قول لنا عاد شنو يعني لك هذه الإهداء اللي الإهداء يسمونه منك وإليك إنزين والسلام عليك قبل الراوي محمد إيش رأيك وايد حلو ترى فيها إحساس يعني فيها شوي تفضل يا محمد كلمنا عن هذه اللوحة محمد الياسي جيمر جيمر اي نعم جيمر. يوتيوب هو إيه. يوتيوبر ترى إيه. فورتنايت ولا شنو جيمر محمد قبل اي حق مجال الغناء والعزف كنت كان دائما كان طموحي ان انا اصير يوتيوبر نفس مثلا ليفل ستيشن المولود حمان هاي كلهم كانوا كنت اشوفهم بعد نفس الطريقه اللي والمولود يغني ترى بعد إيه ما شاء الله ينزل اغاني ما شاء الله عليه إيه. فهذه كان الناس ما يقول لك لأن معروف هم درع إذا مثلا وصلوا 100,000 مليون 5 مليون يوصلهم الدرع فأنا رسمت لي درع لي بروحي حلو أنت شجعت روحك بروحك أيوة. وكافأت نفسك بروحك حلو أيوة فكان هاي كنت كلها عالقة وراي بحزة الفيديو لايك سبسكرايب وشير شير حلو وإذا الحلم ما الجرس. تحقق أنت حقق حلمك بالضبط بالضبط صح ولا ما وصلت محمد لا الصراحة مو بوايد يعني نزلت تقريبا خلينا نقول 22 مقطع او شيء وما بحصلونهم يعني حتى لو دوروه ما بندورهم احنا بنطلع كلهم شلتهم شلتهم ها الحين تسجل وتنزل في اليوتيوب محمد نزلت اللي هي كل الطيور رحلت نزلتها وموجوده على اليوتيوب والحمد لله وصلت تقريبا 6,000 مشاهده ممتاز 200 لايك ولا ديسلايك الحمد لله الحمد لله حتى لو جالك ديسلايك الديسلايك هذه شجعك انك تواصل تعلم من اخطائك بالضبط بالضبط ايش معنى كل الطيور رحلت يعني وصلت احساسك لكل الناس شلون انا اسمع قلت لك انا احب اخذ الاغنيه اذا كان كلماتها تعجبني وتريحني اخذها واخليها بستايلي وبطريقتي يعني مثلا عندك كل من تغلى وراح نزلتها عندي في انستغرام كان اللحن مختلف تماما عنها اخليها تكون سهله لي وقريبه من احساسي ولكن الحمد لله مزاجت اللي هي كل الطيور رحلت بالكورات أسبانية بالحس أو الستايل حق فرقة الشموع وفرقة الأخوة فالحمد لله أكثر تأثيراً عليك فرقة الأخوة والشموع أيوة أيوة فالحمد لله يعني الكل عجبته الأغنية الحمد لله شباب عندنا وقت ناخذ آخر أغنية ولا ناخذ طيب تغني لنا أغنية حق فرقة الشموع تقدر تخلي الدرع هني الذهبي صدقني بتحصل الدرع الذهبي يوما ما بإذن الله إن شاء الله
يعني فعلا بحساس. انت نجم باحساس، يعني هذا اللي يقول لك انا احب الشموع وفرقه الشموع. شوف شلون غناها كانه هو صاحب الكلمات وهو ملحنها. نتمنى لك الخير يا محمد، كل توفيق فعلا. إن يعني انا اتمنى لك فعلا ان كل حلم تتمناه يتحقق. يعني انت نجم واعد وصاعد ان شاء الله بسرعه. يعني اذا كانت هذه يمكن المقابله هي البدايه، ان شاء الله يا رب نشوفك يعني في مراكز وفي يعني ان شاء الله في مكان انت تستحقه، لان صوتك فعلا جميل يا محمد. ما قصر، يعطيك العافيه. ونشوفك تمثل البحرين في مهرجانات غنائيه وفنيه وفي احتفالات وطنيه، واقرب الاحتفالات بكره ان شاء الله اليوم الوطني للشقيقه الكبرى المملكه العربيه السعوديه، وعندنا في ديسمبر احتفالنا بالعيد الوطني اليوم الوطني، وعندنا احتفالات خليجية أخرى قادمة إن شاء الله اليوم شاء الله. الوطني يعني جهز أغاني وطنية يعني من الحين. أنا قاعد أسهل لك الدرب العيد إن شاء الله. لك العافية محمد، شكرا لك على وجودك والله يوفقك إن شاء الله يا محمد. شكرا، ما قصرت. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام، ودائما نشكر ويعني نقدم الشكر والدعم والتوفيق لكل العاملين في المجال الصحي والكادر الصحي والطاقم الصحي في مملكة البحرين. ووزارة الصحة أيضا أكدت على الدور الحيوي اللي يقوم فيه كل فرد في المجتمع من خلال التزامه بالإجراءات الاحترازية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بتطبيق جميع التدابير الوقائية والتعليمات الإرشادية اللي تصدر من الفريق الوطني الطبي للتصدي
لفيروس كورونا. هي صحيح، يعني فواز هذه المسؤولية المجتمعية تتطلب من كل شخص أن يحث أقاربه والمحيطين فيه على الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية خلال الأسبوعين القادمين. جميع الكوادر الصحية على أتم الجاهزية والاستعداد للتصدي للفيروس، ويتوجب علينا أن نحن نساعدهم ونقدم الدعم من خلال الالتزام والتقيد بالإجراءات. والحديث أكثر عن الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة رجاء اليوسف، استشارية علم الأمراض ومسؤولة مستشفى الشامل الميداني بوزارة الصحة. مساء الخير دكتورة. مساء الخير، يا هلا. أهلا وسهلا فيك. في البداية إذا ممكن تكلمينا عن أهمية إطلاق حملة التزامنا للبحرين. نعم، طبعا في الفترة هذه مثل ما لاحظنا الفيروس كوفيد 19 الكورونا، لاحظنا معدلات الانتشار زادت، وطبعا هاي كلها قد يكون في تساهل أو عدم تطبيق للإجراءات الاحترازية. فطبعا من المهم جدا ان في الفتره هذه في الاسبوعين القادمين يكون نلتزم التزام تام بجميع الاحترازات والارشادات، لبس الكمام، غسل اليدين، التباعد الاجتماعي وما الى ذلك. بالفعل دكتوره، لو طلعت منك كلمه حابه توجهينها لاي شخص غير ملتزم بالاجراءات الاحترازيه. طبعا احنا كلنا كمجتمع لازم نساند بعض، وعندنا علينا مسؤولية مجتمعية، والمسؤولية تقع على عاتق الجميع. ما يصير يعني ناس تلتزم وناس ما تلتزم، فاللي ما يلتزم راح يعرض الآخرين للخطر. واحنا يعني كلمة او نصيحة الى هؤلاء ان انت تعرض اهلك واحبائك واقربائك للخطر، وبالتالي تعرض المجتمع كله إلى زيادة تفاقم الحالات وزيادة الإصابات. فنتمنى من الجميع الالتزام إن شاء الله يا رب. الدكتورة رجاء اليوسف، استشارية علم الأمراض ومسؤولة مستشفى الشامل الميداني بوزارة الصحة، كل الشكر والتقدير لك. المطلوب هي أمور بسيطة، إجراءات احترازية بسيطة، غسل اليدين، عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، ولبس الكمام. نعم. في حالة الخروج من المنزل يعني إجراءات بسيطة، أعتقد أن الكل مطالب أن يطبقها. صحيح. من بداية هذه الجائحة لليوم اللي المفروض من نلتزم أكثر خلال. صحيح. خاصة الأسبوعين القادمين، هذه خوفا يعني على صحتنا وصحة الناس اللي حوالينا، ونحاول نقلل من الأعداد اللي موجودة اليوم بإذن الله. أعتقد هي الوقت اللي نستعرض فيه الإحصائيات اللي تصدرها دائما وزارة الصحة، وآخر الإحصائية اللي أصدرتها حتى اليوم الثلاثاء 22 من شهر سبتمبر 2020 والمتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل. شكرا زاد فضلك. أجرت مملكة البحرين أكثر من 1,344,000 فحص، هي النسبة التي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. وقد بلغت الحالات القائمة 6,899 حالة، وضع الحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ 6,850 حالة، فيما يبقى 49 شخص تحت العناية، نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب. الحالات القائمة اللي تتلقى العلاج تبلغ 148 حالة، أما المتعافون يبلغون 58,626 متعافي، الوفيات 227، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. آمين. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين، تم رصد 713 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 146 حالة لعمالة وافدة، و563 حالة لمخالطين، وأربع حالات قادمة من الخارج، وتسجيل ثلاث حالات وفاة، وتعافي 676 حالة. الله يحفظ البحرين وأهلها ويديم عليها إن شاء الله يا رب نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله. شاهدنا وصلنا معكم إلى نهاية ليلة من ليالي وطني، يلتقونكم إن شاء الله الزملاء بسام ورقية. إذا أقول رقية ليش تضحكي وأنت تودعين المشاهدين؟ لأن كل مرة لما نختم أنا أقولها باللغة العربية رقية، لغتنا حلوة رقية. يلا رقية ورقية، يعني على رقية ما شاء الله عليها بلهجتها العامية الجميلة جدا رقية. يلا بسام ورقية. بسام، لا المفروض رقية. طبعا بكره حلقات خاصه يعني وفرها تلفزيون البحرين ووزاره شؤون الاعلام عبر الاذاعه ومركز الاخبار
وتلفزيون البحرين بكامل قنوات، القناة الرياضية والقناة الناطقة باللغة الإنجليزية وكذلك القناة الرئيسية. بكرة يوم سعودي بامتياز، نحتفل بديرتنا وبأهلنا وبشعبنا وحبايبنا. نعم. السعودية الشقيقة الكبرى، تستاهلون عيوننا، مو بس نحتفل فيكم، تستاهلون عيوننا. فرحنا وياكم من القلب للقلب. أمان الله ومع السلامة.